حتى يتبين لهم أنه الحق. علميا الآن يبحثون عن علاج للاكتئاب، ولكن فشلوا لأن حالات الاكتئاب كثيرة جدا في الولايات المتحدة فقط في أمريكا. حسب إحصائيات نشرت على موقع CNN الأمريكي، هناك 27 مليون إنسان يعالجون من الاكتئاب، يتلقون علاجا للاكتئاب. 27 مليون، تصور، يعني 10% من الشعب تقريبا مكتئب. لماذا؟ البعد عن الله. فبدأوا يبحثون ووجدوا أن هناك طرق لم تكن تخطر ببالهم، أن الذي ينفق الأموال لمن يحتاجها يكون أكثر سعادة ممن يأخذ هذه الأموال. قاموا بإحضار مجموعة من الناس وأخضعوهم للتحليل بجهاز يسمى جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، الذي يقيس نشاط الدماغ ويستطيع أن يعطيك ماذا يحدث في الدماغ نتيجة سلوك معين. فلاحظوا أن الإنسان الذي ينفق المال، طلبوا من هؤلاء الأشخاص أن يتبرعوا بشيء من المال لمن يحتاجه، وقاموا بتصوير أدمغة هؤلاء المنفق وأدمغة من يتلقى الصدقة. وجدوا أن دماغ الذي ينفق المال ويعطي المال يفرز ما يسمى بهرمون السعادة، مجموعة هرمونات منها يطلقون عليه هرمون السعادة، من مركز في الدماغ يسمى مركز المكافأة. يعني أنت عندما تتلقى مكافأة هذا المركز ينشط ويبدأ بإفراز هذه الهرمونات، أسموها هرمون السعادة واعتبروها مقياسا لكمية السعادة التي تحصل عليها نتيجة سلوك معين. فسلوك الصدقة أو الإنفاق يعطيك كمية من هذه الهرمونات، هرمونات السعادة، أكبر ممن يأخذ المال. سبحان الله. فقالوا إذا أردت أن تتخلص من الاكتئاب، الخوف، القلق، الحزن، العلاج بسيط، أنفق ولو القليل من المال. الله تعالى ماذا قال؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، هذا في الآخرة، ولكن في الدنيا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربط بين الإنفاق وبين التخلص من الاكتئاب والحزن والخوف. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.